تحولت جدران المباني العامة والخاصة وأسوار المنتزهات بل وحتى المدارس والمساجد في العراق ساحة للدعاية الانتخابية، إذ أحدثت عشوائية وفوضى الدعاية الانتخابية في مختلف الشوارع العراقية أحدثت تلوثاً بصرياً في مختلف المدن العراقية، ناهيك عن رفض الكثير من العراقيين لهذه الانتخابات. هنا وفي محافظة ذي قار عبر الأهالي عن رفضهم للانتخابات المقبلة عبر تمزيق ملصقات المترشحين وإزالتها. بدأت في الأيام الماضية الحملة الدعائية الانتخابية لمجلس النواب العراقي، وانتشرت الصور في شوارع مدينة الناصرية بشكل ملحوظ، حيث بدأت تشوش جمالية هذه المدينة. ومع هذه الدعائية الانتخابية بدأت حملات لتمزيق هذه الصور. تجربة السنوات الماضية عملت على اكتشاف أن البرامج الانتخابية التي تقدمت بها الكتل السياسية والأحزاب مجرد حبر على ورق. ويقول مراقبون أن عمليات تمزيق الملصقات الدعائية للمرشحين هي نوع من حرب أخرى بين المرشحين أنفسهم، مستغلين الرفض الشعبي لتلك الوجوه. النقطة الأولى أن هناك من بعض المرشحين هم من يقومون بتمزيق صور المنافسين لهم في العملية الانتخابية، والبعض الآخر هو لا، الشعب نفسه هو من يقوم بتمزيق هذه الصور لأنه استاء من الأداء العملية السياسية في المرحلة الحالية والماضية للمرشحين وعدم تقديمهم الخدمات بالشكل المطلوب والذي وعدوه في الانتخابات الماضية. المواطنون أكدوا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لا تختلف عن سابقاتها من حيث تكرار الكتل السياسية والوجوه التي تعد عند ترشحها بعراق جديد. المواطن العراقي مل من قد الوعود ومن قد الانتخابات صارت ما قدمت أي شيء للبرلمانيين. علينا أن نغير الفاسدين والفاشلين والغير مخلصين والغير نزيهين في الدورة الانتخابية الحالية التي هي على أبواب الانتهاء. وهكذا تبقى عمليات حرق وتمزيق الملصقات الدعائية للمترشحين في مختلف المدن العراقية تعبيراً عن رفض المواطن للمترشحين وللعملية السياسية برمتها، في ظل غضب الشارع العراقي من تردي أوضاع البلاد يوماً بعد الآخر.